اهلا بيكم اعزائي الشباب في كل مكان، وحلقه جديده وبرنامجكم شباب على الهواء. حلقتنا النهارده هي باقه ورد وحب بنرسلها لكل مشاهدينا، لكل الوطن العربي والمصر والعالم اجمع في عيد الحب 4/11، عيد الحب المصري واللي دعا ليه مصطفى امين. في حين ان العالم كله بيحتفل في 14 فبراير بعيد الحب العالمي اللي اعدم فيه فالنتاين ويطلق عليه فالنتاين داي، لكن مصر كالعاده بتحتفل دايما بمناسبات خاصه بيها، رغم ان احنا بنحتفل بعيد الحب العالمي لكن ايضا بنحتفل اليوم بعيد الحب المصري. ودعوه للحب النهارده بنستضيف مجموعه من الشباب، اتنين قدروا من خلال أصدقاء آخرين وزملاء آخرين من كلية هندسة ومن مدارس فنية صناعية، إن هم يعبروا عن هذا الحب للوطن من خلال إبداع فني. إبداع فني يتمثل في الجرافيتي على الحيطان، على الأماكن السكنية الجديدة، على الكثير من الأماكن في مصر. هي دعوة للحب بألوان زاهية، الجرافيتي والإبداع والفن. كل ده هنشوفه النهاردة في حلقتنا بعد الفاصل، فتابعونا وشباب على الهواء. رجعنا لكم أعزائي الشباب، وزي ما قلنا حلقتنا النهاردة حلقة بنهدي باقة حب لجمهورنا في عيد الحب المصري، لكن ده من خلال فنون جميلة بيقدمها مجموعة من الشباب. حبوا أن الحياة حواليهم تبقى جميلة ويعبروا عن حبهم ويرمزوا لحبهم للوطن من خلال إبداعهم الفني، وأن هم يحولوا كل شيء في مصر لشيء جميل، على الحوائط، على الأرض، على أي بانرز أو أي حاجات ممكن تعبر عن فنهم وإبداعهم. الأول هنرحب بضيوفنا، المهندس احمد عطيه مهندس وفنان تشكيلي، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معانا كمان محمد العارف فنان تشكيلي وفنان مسرحي ايضا، صح؟ الاول يعني نبذه سريعه، قسم ايه؟ انا قسم هندسه مدنيه جامعه الزقازيق. تمام. اتخرجت 2012 من دراسه، اشتغلت في المجال كام سنه كده بعد التخرج، وبعد اشتغلت مهندس تنفيذي. مهندس مثلا مدني. تنفيذي. تنفيذي. اشتغلت شويه اشتغلت شويه بره مصر. تنفيذي اصعب، صح؟ تنفيذي اصعب طبعا، لان انت بتحتك بمواقع وكده، تمام، وظروف الشغل نفسها بتبقى اصعب وكده. اشتغلت بره مصر فتره، وبعدين رجعت هنا مصر اشتغلت شويه، وبعد كده شدني موضوع الفن اكتر صراحه، لقيت نفسي فيه اكتر يعني، فاخدت قرار. اكتشفت موهبتك. انا والله انا مكتشف موهبتي من زمان، بس هو حضرتك زي ما تقولي كده، هو احيانا يعني في ناس حواليك بتقنعك يعني ان المجال مثلا الفلان ده افضل ممكن تكمل فيه مثلا، وانت من جواكي بتبقى مقتنعه بالعكس يعني. تمام. هنتعرف عليك اكتر. انا اسمي محمد العارف، من محافظه البحيره، من دمنهور، خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه. قسم ايه؟ قسم ديكور. ديكور. تمام. اشتغلت فتره برضو في الديكور اثناء دراستي، وبعد كده اتجهت للرسم بقى الجداري، واتجهت للمجسمات. طب انتوا اصلا صحاب ولا المبادره اللي جمعتكم؟ لا، المبادره. المبادره اللي جمعتكم. شرفت برضو بالاستاذ احمد يعني. شرف ليا. فكره المبادره كانت ازاي؟ اطلقتوها ازاي؟ مين صاحب الفكره؟ هي المبادرات اللي هي الفنون عموما، مبادرات الشوارع عموما، هو الفنان ممكن يكون شارك في اجزاء منها يعني، ممكن اكون انا ما شفتش الاجزاء. هو شارك اكيد. تمام. في اماكن معينه. انا بشارك بصفه مستمره في اماكن كتيره عموما على مستوى القاهره. طب بتشارك بايه؟ بفن تشكيلي، برسم، جرافيتي؟ هو حضرتك بنشارك في الشوارع بحاجات تجميليه في الشوارع. تمام. بناخد مثلا حيطان مهمله مثلا. طبعا انت سافرت بره، احساس الهوم سيكنس وحب الوطن، رجعت عبرت عنه. بالظبط بالظبط. وطبعا لاحظت هنا في اماكن كتير بتكون مهمله في الشوارع. مثلا شكلها بيكون مش حلو، بتضر الرؤيه نفسها حتى والناس ماشيه، تلوث بصر. بالظبط، حاجه زي كده. فلاحظت يعني، انا حسيت ان الحاجات دي ممكن تبقى اجمل بطريقه فنيه يعني، لو احنا اشتغلنا عليها حاجات جماليه بالوان كويسه. عملت ايه كويسة. يعني قولي اكتر حاجه حسيت ان انت عبرت فيها عن حبك للوطن. بص حضرتك، هو حاجات يعني في حاجات معينه ممكن نعبر فيها عن الحاجات اللي هي الوطنيه والانتماء والحاجات ديت، بنعملها في المشاريع الجديده البلد بتعملها، زي مشاريع الاسكان والاماكن اللي زي كده. الاسمرات، هاي الاسمرات، حاجات شبيهه بكده، مثلا تمويل فدان في اكتوبر،
عموما المشاريع الاسكانيه بشكل عام عموما بنعمل فيها حاجات قريبه من كده، وبرضه بندخل فيها برضه لمسه تانية يعني شويه جماليه شويه، بندخل ممكن حاجات الطبيعه شويه، ممكن ندخل مثلا الالوان بتاعه الطبيعه، الخضره، الحاجات اللي هي مبهجه عموما. ممكن يكون الاماكن الجديده دي لسه مثلا الخضره فيها مش كتيره قوي، فاحنا بنحاول يعني نعوض ده بشكل ما، بشكل ما، فان احنا نضيف حاجات فيها خضره، فيها الوان، فيها زرع، حاجات زي كده. بالظبط، حاجات زي كده، مبهجه، حاجات مبهجه كده للناس يعني. جميل جدا. بالنسبه لك بقى واضح ان انت اللي بتباع في هذه المبادره. اشتغلت برضو انا، ممكن ابقى ماشي في الشارع كده الاقي حائط مثلا شكله قديم او حاجه زي كده، انا احب اطوره، ارسم عليه رسمه مثلا تعجب الناس، تبسط الناس، تمام. فده بيكون بحد ذاته حاجه تفرحني يعني. بتاخد منك وقت؟ طبعا. قد ايه؟ حسب التفاصيل الرسمه يعني، مثلا ممكن الرسمه تاخد مني يوم، وممكن رسمه تاخد مني 10 ايام، حسب تفاصيلها. الخامات، انا شايفه الالوان زاهيه ورائعه ناطقه على الشاشه، يعني ايه الخامات اللي بتستعملها عشان تطلع الرسومات بالجمال ده؟ دي مجسمات، دي مجسمات معماريه زي دي كده، تمام. فده بستخدم فيه خشب. خشب، خشب اللي هو بتاع الايس كريم العادي خالص، ستيك، تمام. ياه. ده كله من يعني الابداع ده كله من الستيك بتاع الايس كريم. جميل، تمام، باين فعلا. بشتغل بس الارضيه، لا الارضيه خشب عادي. خشب عادي، بكون بكاش بقى ولا اينو ولا مش شرط. بكاش عادي خالص. عادي، تمام. بكاش عادي، انا بكون المجسم بالخشب. تمام، وبعد كده ببتدي الونه بقى. انا شايفه الباب الوانه رائعه، زي ما يكون قطع زجاج عامله زي الموزايك كده. بالظبط، ده زي الموزايك. ازاز معشق، ده ازاز معشق، والالوان دي بتبقى جزء من اصل ده مجسم كنيسه. مجسم بيت اوروبي، تمام، بس كله على الطراز الاوروبي، تمام. والجراي ده بتاع ده بيت مش عارف الكاميرا ممكن تجيبه. جابته بيت فعلا. والانوار اللي جواه ده يعني لايت سيستم انت عامله جوه البيت. جميل جدا. ده كده بتتعمل بقى في الاخر خالص، بعد طبعا ملون البيت وكده، وبعمل نجيله صناعيه. ببتدي بقى احط الايه. طب ليه اخترت اللون الجراي ده؟ هو اللون جديد يعني، حسيت هو جديد فعلا. جميل يعني، هو ناطق مدي يعني مدي يعني شكل فيلا بجد. بيت بجد يعني. طب بالنسبه لك اهتميت اكتر بايه؟ بالجرافيتي على الجدران، باشكال هندسيه، بايه يعني؟ اكيد برضو دراستك في الهندسه فادتك. طبعا. وهل انت تخليت عن الهندسه تماما ولا يعني مش تماما قوي يعني؟ بس انا برضو في حاجات هندسيه بتطلب مني برضو، بعملها ديزاين وحاجات زي كده. تستعمل بقى الاوتوكاد والحاجات دي؟ البرامج اللي هي الهندسيه ما زلت بشتغل بيها طبعا، بحتاجها كمان حتى في شغلي الحالي كمان، انا بدخلها في شغلي كمان. يعني خبرتك فادتك طبعا. هي الدراسه فادتني بشكل كبير جدا في حاجات كتيره، انا في شغل الفن بشكل عام يعني. عندك النسب، وانا بوزع النسب مثلا لاشكال مثلا هندسيه او اشكال معينه بعملها على الحيطه، النسب مهمه قوي ان هي تكون مظبوطه بالملي، موزونه، الخطوط موزونه بالظبط، باين جدا اهو. حضرتك دي رسومات ايه اللي قصادنا على الكاميرا؟ يعني دي حاجات بورتريه مثلا بعملها على الحيطان. البورتريهات الحاجات اللي زي كده الملي فيها يا فندم بيفرق جدا يعني، الملي فرق، بيفرق، بيختلف في الملامح. الله، بص الطيور وجمالها. يعني ده بوكس حديد، ده بوكس حديد على في شارع عادي، تمام. ده بوكس كهرباء. بوكس كهرباء يعني. ياه فعلا. ده ممكن مع الوقت حضرتك يصدي مثلا، يبقى شكله وحش. احنا بنستخدم حتى عليه ماتيريال تحافظ عليه. يعني ماتيريال الرسم نفسها. انا بستخدم ماتيريال تبقى عازل بينه وبين الكهرباء. بالظبط. بالظبط. ويبقى عنصر جمالي في الشارع. بدل ما هو عنصر فنون شبابيه رائعه فعلا. يعني ده حيط. ده بوكس برضو اللي فات ده كان حيطه في مدرسه. ففي حاجات لا بنعملها الحمد لله. هل بتجد الصعوبات ان انتوا تعملوا الجرافيتي والرسومات دي في اماكن عامه ولازم تصاريح؟ هل الموضوع بيبقى سهل؟ بص حضرتك، هو كتصاريح هو ده كمان جميل قوي. عملته فين؟ ده موجوده في مكان. محل من المحلات بيستعمل لون البينك. بالظبط. هو حسب بقى يعني نوعيه المحل نفسه هيشتغل في ايه يعني. ده محل ايه بقى؟ حاجات ماتشنج يعني، هدايا، حاجات اكسسوار البنات، اكسسوارز وكده خاصه بالبنات. جميل. بنعمل بقى حاجات ماتشنج مع المجال نفسه اللي هيفيدك. طيب لو سالتك الـ يعني الـ النموذج ده خد منك وقت قد ايه عشان يطلع بالمنظر ده؟ يعني اقل حاجه من مثلا من 15 يوم ل 10 ايام يعني، في الحدود دي كده. طب بتستفيد بيه ازاي؟ يعني هل بتشارك بيه في معارض؟ هل بتضعه في مكان معين مثلا؟ طبعا شاركت فيه في كذا معرض مع دكتور اشرف زكي عندنا في المعهد. تمام. وفي برضه ناس بتحاول تشتري مني حاجات دي وتطلبها مني. هل انتوا الاثنين بس ولا المبادره معاكم شباب تانية؟
اكيد مصر فيها مليانه كتير طبعا، مصر مليانه شباب كتير بيشارك في مبادرات وكده. ما فكرتوش تعملوا رابطه وتعملوا انشطه تضاهي الانشطه الدوليه وتدخلوا معارض دوليه وكده؟ فكرتوا؟ والله طبعا فكرنا كتير طبعا، عملتوا فعلا؟ نتمنى يعني. هو حضرتك هو في بس المشكله البسيطه بس ان هي اي مبادره بتحتاج دعم شويه. اكيد يعني بتحتاج دعم شويه، ان هي برضو المبادره اكيد بتحتاج برضو حاجات تسندها وتساعدها، ماتيريال، مصاريف ثانيه للناس اللي هتشتغل وكده. فطبعا اي مبادره بتحتاج لازم دعم، لازم دعم عشان المبادره تنجح. يعني انا سعيده جدا بالنماذج الرائعه اللي انتم مقدمينها. ابداع ولوحات فنيه يسجلها شباب وفتيات مصر من خلال مبادرات طلابية ينفذها طلاب وطالبات المدارس والجامعات على جدران الأبنية من مدارس وهيئات، وتزيين شوارع وطرق وغير ذلك، مما يحول صورة المكان إلى منظر حضاري جميل. دي حاجة كويسة طبعا، إن الشباب بتوع الكليات وبتوع يعني مثلا بشوف ناس بتوع مدارس حكومية مدرسين التربية الفنية بيبتدوا يعملوا حاجات جداريات زي كده، تبقى حاجة كويسة. هم بيزينوا كل الأسوار اللي فيها عليها زبالة، عليها منظر مش كويس، هم عملوا خطوة مفيش حد قدر يعملها، وهم بسم الله ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم فيها، ويزينوا كل الأسوار وكل المناطق تبقى زي ما هم عايزين وأحسن. دي حاجة كويسة إن الشباب يساعد في تزيين مصر ويغير شكلها لشكل حضاري ممتاز، وبيساعد من تغيير الحيطان من الرسومات الوحشة يخليها رسومات حضارية. رجعنا لكم أعزائي الشباب، وصورة حضارية بالفعل إن الشباب يهتم بتزيين وطنه أو بتزيين مصر في تعبير عن حب الوطن. لكن كمان التلوث السمعي والبصري هو نوع مهم جدا من أنواع التلوث اللي لازم نقضي عليها، خاصة المناظر اللي ممكن تبقى مش جمالية، ممكن فعلا نحاول نطغى عليها برسومات أو بديكور معين يطفي جمال على مصر زي ما ربنا حباها بالفعل بمناظر جمالية طبيعية. يعني هرجع لكم تاني ومهندس أحمد عطية، يعني زي ما قلت كده ممكن تبقى فيه يعني مناظر أو حاجات يعني زي صندوق كهرباء، زي هو ليه غرض فعلا، لكن لو شكله أحلى هتبقى مختلف. طبعا. إيه الحاجات اللي لفتت نظرك وشجعتك إن أنت تعمل ده غير صندوق كهرباء اللي احنا شفناه مثلا؟ بص حضرتك، بنعمل على الأسوار نفسها المهملة، تمام؟ بنعمل على الغرف اللي هي مش شرط تكون بوكسات صغيرة، بنعمل على غرف محولات كبيرة جدا ضخمة، الغرفة تقريبا 10 متر عرض في 20، بنعمل برضو عليها جداريات برضو جميلة جدا، بنستغل المساحة الكبيرة نفسها بتاعة الحيطة نفسها في ان احنا نعمل منظر كبير ملفت بألوان زاهية جميلة يبان من على بعد، يعني لو واحد بينه وبين المكان ده مسافة بعيدة لا يقدر ان هو يلاحظ الألوان ويلاحظ الجماليات اللي موجودة فيه. يعني انتوا بتكملوا على غرار المصري القديم اللي هو كان بالفعل بيجيد النقش والكتابة على الحوائط والجدران. انت بقى يعني متخصص في الديكور فنون مسرحية، ازاي استفدت من ده وايه اكتر حاجة حسيت انها اضافة وقدمتها من خلال اعمالك اللي قدمتها الفترة اللي فاتت؟ اكتر حاجة طبعا ان انا اشتغلت في المجال اللي بحبه، يعني اللي انا اشتغلت اصلا فترة في الديكور السينمائي، كنت بعمل برضو كنت شغال مع باشمهندس سهاب العدلي طبعا واحمد الشتاوي، دول ناس عبقرة في الديكور. شاركت في الدراما؟ شاركت في الدراما وشاركت في اعمالك طبعا الفنيه يعني. لا كمهندس ديكور. اعمال بعد كده اتجهت بقى للرسم الجداري واتجهت لل، فطبعا ده فادني كتير يعني. طيب يعني هل ده محتاج دراسه تانية او محتاج تدريب تاني غير اللي درسته في معهد الفنون المسرحيه للديكور، ولا انت بيحتاج ممارسه بقى؟ ممارسه. انا خدت خلاص الخبره من دكاتره طبعا علمونا وكده، بيحتاج ممارسه على طول ان انت تطبق اللي انت درسته طبعا. لكن مش كورسات تانية، مش دراسه تانية، مش اطلاع من خلال السوشيال ميديا. الحاجات دي كلها طبعا بتزيد خبره، بس الممارسه كتير بتخلي الانسان او الفنان يوصل لمرحله كويسه في شغله. اكيد. ازاي استفدتم من السوشيال ميديا في المجال ده، وخاصه بقى هو درس ده انت دراستك كانت يعني تف اكتر يعني هندسه مدني. بالظبط. فازاي هي اكيد طبعا السوشيال ميديا هي الاساس اصلا في انتشار اي حد عموما عنده فكره مميزه او موهوب في حاجه معينه في الوقت الحالي. لا السوشيال ميديا انا شايفها هي الاساس في كل حاجه، يعني انا لولا السوشيال ميديا يعني بعد ربنا عز وجل انا ما كانش حد عرف. يعني استعملتوها كاداه تعليميه ولا كاداه انتشار؟ السوشيال انا استخدمت السوشيال كاداه انتشار
في مش أداة تعليمية يعني ما خدتش كأداة من. انتشار لكن تمام. كأداة تعليمية طبعا السوشيال ممكن تكون هي حاليا اوريدي هي أداة تعليمية. لا بالنسبة لك أنت خريج هندسة مدني تمام. نميت الموهبة دي إزاي؟ هل بس الموهبة ولا أسقلتها بشوية معرفة بشوية نولجمنت دراسة؟ أسقلتها طبعا بمعرفة كورسز مثلا ولا؟ لا هو مش كورسز هو حضرتك هي الموهبة موجودة عندي من صغري أصلا تمام. هي كان ناقصها بس شوية ممارسة شوية اطلاع شوية تمام. هي خدت معايا وقت خدت معايا مثلا كذا سنه في الاول لحد ما انا وصلت للمستوى اللي هو ايه مستوى الاتقان شويه يعني. طب بما انكم استعملتوا السوشيال ميديا ردود افعال بقيه الشباب ايه؟ هل في حد طلب منكم يشارك معاكم ان هو كمان عنده موهبه؟ طبعا انا اصلا اي حد من صحابي بكلمه بقول له الرسم ده اوعى تفكره اللي هو مثلا صعب، لا هو انت ممكن تتعلم الرسم عادي حتى لو ما عندكش موهبه، انت لو استمرت في الرسم كل يوم حاجه بسيطه لو ساعه مثلا في اليوم هتوصل لمرحله كويسه. لان انا مثلا في يوم من الايام ما كنتش برضو في الرسم او في المكت كنت ضعيف جدا. ايه الرساله اللي انتوا حابين توصلوها من خلال العمل ده اللي انا شايفاه عمل بينهم عن انتماء وحب الوطن؟ بص حضرتك احنا انا الرساله اللي انا عايز اوصلها اللي هي ان هي كل ما هو حوالينا في شارع او في اي مكان او اي شيء مهمل في اي مكان يعني ده له اهميه وممكن يبقى شيء مهم نستفيد بيه، زي الحيطان اللي هي المهملة، زي الأماكن اللي هي يعني بايظة خالص، الحيطان اللي هي شكلها وحش جدا دي ممكن تكون عنصر مهم جدا وكنز كبير جدا ممكن احنا نستغله، سواء بوكسات كهرباء حديد سواء غرف محولات كبيرة برضو مهملة تمام. الرسالة انا عايز اوجهها ان كل الحاجات والعناصر ديت لا هي كنز بالنسبة لنا، لازم احنا نفكر ازاي ان احنا نستغله كمنظر جمالي في المكان بدل ما هو مع الوقت يبقى منظر رديء يعني. تمام. وبالنسبه انا بالنسبه لي برضو الرساله اللي احب اوصلها لمصر فيها عباقره يعني بالظبط يعني كده فيها فنانين كتير فيها مبدعين فيها مبدعين صح. فانا بحاول ان انا ابين الحاجه دي قدام الناس سواء على الحيطان سواء على مجسمات زي دي سواء في محلات تجاريه او اماكن سكنيه عادي احب ابين موهبتي في الاماكن دي. زي ما انت قلت ان انت يعني الموضوع محتاج براكتس او ممارسه هل في شباب لجأوا لك ان انت تدربهم ولا لسه ما فكرتش في هذا الاتجاه؟ طبعا في اصلا ناس في كليات اصلا بيبقوا في كليات هندسيه بيطلبوا مني اعمل لهم مجسمات من دي، هم لسه في البدايه طبعا مش عارفين السكك الحاجات مثلا الخامات بتتشال منين او حاجه زي كده، فانا بوجههم يعني وبقف جنبهم. جميل جدا. يعني كمان انا حابة اعرف بقى ايه المعوقات اللي ممكن تكون بتقابلكم، وخاصة ان انتوا فعلا في رسالة بتحملوها وفي عمل جمالي بتحاولوا تقدموه وتعبروا عن جمال مصر يعني تداروا اي ديفوهات موجودة في الشوارع. هو العقبات بتبقى كتيرة طبعا، يعني مثلا انا وانا شغال مثلا ممكن احتاج سورس مثلا كهرباء مثلا وانا شغال بيكون مثلا صعب فيه صعوبة شوية، بحتاج ان حد برضو يشارك معايا في ان هو مثلا يعني يوفر لي السورس دوت بتاع الكهرباء مثلا سورس مثلا فيه مية شوية انا ساعات بستخدم الوان مائية عايز يعني الحاجات دي كلها عقبات مثلا الشمس مثلا بره الهواء لسه هقول لك عوامل التعريه والشمس والتراب ده مش بيأثر على الرسومات دي بعد كده؟ هو حضرتك حسب الماتيريال اللي انا بستخدمه حسب طريقه عشان كده انا سالتكم ايه الماتيريال بس ما ردتوش رد واحد حسب الماتيريال اللي انا بستخدمها وحسب طريقه تنفيذها تمام. طبعا انا لو بيبقى كل ما الدعم للحاجه ديت بيزيد طبعا كل ما جوده الماتيريال نفسها بتزيد، كل ما جوده الشغل نفسه بتزيد، كل ما العمر الافتراضي للشغل نفسه كمان بيزيد تمام. ففي حاجات كتير يعني بتفرض نفسها على الشغل نفسه وبتتحكم فيه تمام. فدي طبعا حاجات مهمه، عشان كده قلت لحضرتك ان هي المبادرات بتحتاج دعم شويه علشان تبقى حاجه فعلا أكيد جماليه أكيد. وحاجه تبقى ناجحه جدا على المدى الطويل يعني. تمام. هل كل واحد يعني بيخترق مجال او بيفكر ان هو يتميز في مجال ممكن يبقى في قدوه معينه او حد حب يعتزي بيه، حد مميز في نفس المجال هو يعني معجب بيه، هل ده حصل بالنسبه لكم؟ طبعا انا عندي حد في المجال المكت استاذ احمد الفايد، طبعا ده عبقري جدا في صناعه المكتات في مصر تمام، وانا يعني بتشرف ان انا بتعلم منه يعني. وهل يعني وانت بتعمل ماكيت بيبقى ديزاين في ذهنك ولا ممكن تاخد الديزاين من نت مثلا؟ لا ممكن انا بحب ولا انت اللي بتعمل الديزاين؟ ممكن اعمل كده براحتي يعني حسب تفكيري او اللي انا عايزه، بس انا الاغلبيه اللي بحبها بحب التصميمات الاوروبيه شويه، حتى في الكنيسه حبيت اعمل تصميم اوروبي وفي البيت برضو. بس ان شاء الله ده في الماكيت. بالنسبه للرسم بقى انا بحب كل رسوماتي تبقى عبر عن مصر سواء فن مصري قديم او اسلامي او حاجه تبع مصر. يعني ده اللي انا عايزه اكد عليه، هل يعني في اماكن وكنوز في مصر ممكن تلهمكم يعني الفنون دي
رسمك دايما بيبقى مستوحى من ايه؟ انا رسمي في الغالب بيكون مستوحى من الطبيعه نفسها بتاعه اقرب نفسها. للرسوم الطبيعيه اقرب للطبيعه، يعني ممكن استخدم منظر النيل مثلا في الرسم بتاعي ان هو يبان ان هو فعلا منظر النيل، مراكب تمام، استخدم الاهرامات مثلا، اجزاء من الاثار بتاعتنا عموما ممكن ادخلها في الرسومات، وبدخل فيها طبعا اجزاء من الطبيعه شويه تمام. فطبعا هو الحاجات دي اساسي معايا في معظم الشغل بتاعي، لازم بدخل حاجات من الطبيعه او من الاشياء اللي موجوده حوالين الناس. يعني عشان ردود الافعال، ردود الافعال اللي بتطرح عليكم من خلال رسوماتكم، ايه اكتر ردود افعال لفتت نظرك او حد علق تعليق معين بالنسبه لك بالنسبه للماكيتات او بالنسبه للجرافيتي؟ اكتر حاجه اللي هو استمر يا فنان، بالتوفيق يا فنان، الحاجات دي كلها بتشجعني طبعا، بتخليني استمر اكتر تمام. ولو في اي حد طبعا نفسه يتعلم، انا بحاول برضو اخده معايا في نفس المجال، حتى طبعا مش بيعرف يرسم انا باخده معايا تمام. يعني حتى دور الاسره كمان اكيد يعني دور بيحمس وبيدفع طبعاً. صح طبعا طبعا. عندي زوجتي مثلا من اوائل الناس اللي هي شجعتني اصلا ان انا ادخل في المجال عموما، هي لاحظت فيا ده، يعني لاحظت فيا ان انا عندي الموهبه، فقالت لي لا طالما انت حابب دوت وممكن تبدع فيه لا استمر فيه، وفعلا وقفت جنبي كتير في بدايتي تمام. يعني طبعا للاسف الوقت خلص، لكن عايزه في الاخر اعرف احلامكم ايه والفنون اللي انتم بتقدموها وبتعبروا عن حبكم للوطن من خلالها، عايزين في الاخر توصلوا لايه؟ هل تشاركوا في معارض دوليه؟ هل تبقى دي مهنه تحترفها؟ يعني حلمك ايه؟ كل واحد حلمه ايه؟ يعني انا ليا حلم صغير ان انا مثلا اعمل مجسمات لكل الحاجات اللي في مصر، سواء قلعه سواء اهرامات سواء اي حاجه تراثيه في مصر، انا اعمل لها مجسم زي ده تمام. حضرتك انا بحلم كلمة. انا بحلم يبقى انا ماسك مبادره كبيره على مستوى مصر كلها تمام، لتجميل كل الشوارع المهمله في البلد. يعني انا بشكركم جدا وفعلا مجهود جميل بشكركم عليه سمع. وفي نهايه حلقتنا بقول مره اخرى كل سنه ومصر كلها وكل المصريين طيبين. بمناسبه عيد الحب والنهارده حلقتنا كانت بتعبر عن حب الوطن، ازاي ممكن الشباب بيعبروا عن هذا الحب من خلال اعمال فنيه تخلي كل شيء في مصر جميل والوان زاهيه وشوارع كلها بتنطق بحب الوطن. كنا معاكم وشباب على الهوا، الى اللقاء وحلقه جديده وفريق عمل جديد.